ورجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا على الهواء مباشرة، وأيضا فقرة مهمة جدا حول محور قناة السويس ومشروعات هذا المحور الهام. الحقيقة من أسبوع تقريبا وفي حوار لجريدة الأهرام اتكلم رئيس الوزراء مهندس إبراهيم محلب عن طرح مرافق محور أو مشروع تنمية محور قناة السويس للاكتتاب العام قريبا بهدف سرعة تنفيذها تمهيدا لطرحها للتنفيذ، ومن المقرر أن تعقد اللجنة العليا للمشروع اجتماعها المقبل في الإسماعيلية. وانا سعيد ان هو هيبقى موجود في الاسماعيليه الحقيقه لمناقشه خطوات تنفيذ المشروع علشان نتكلم اكثر حول هذا المشروع الهام واللي كان لازم نقرب منه اكثر. هيكون ضيوفي اللي مشرفينا النهارده في الاستوديو، وانا سعيد انهم موجودين معانا النهارده، المهندس اشرف ديودار من مؤسس الجبهه الشعبيه لمحور قناه السويس، والمهندس وائل قدور نائب رئيس هيئه قناه السويس سابق ومن مؤسسي الجبهه الشعبيه ايضا لمحور قناه السويس. اهلا بيكم ومنورينا في الاستوديو النهارده، دايما سعيد. خلينا نبدا بالباشمهندس اشرف ونقول ازاي نقدر نقرا الكلام اللي قاله رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب الخاص بطرح مرافق هذا المشروع الهام للاكتتاب العام. الحقيقه انه فكره انه يبقوا مصريين هم اللي بيمولوا المشروع هي فكره كويسه، محدش معترض عليها. بس فكره ايه هي المشاريع اللي هتتعرض للاكتتاب؟ يعني عندك مشاريع زي الطاقه، كهرباء، طاقه في مصر مدعوم. يبقى هذه المشاريع مش هتبقى مشاريع ناجحه. يعني لان انت الدوله بتدفع فلوس علشان تدعم هذه الطاقه، يبقى انا لما هدفع فلوس في الاكتتاب يبقى انا بدفع في مشروع مش هيكسب، يبقى ده معناه انا بحط فلوسي ومش عارف انا هاخدها تاني ولا لا. فالفكره تبقى كلها انه مش كل المشاريع ينفع يتعملها اكتتاب عام، او انك هتقرر انه كل مشروع محور قناه سويس بكل المشاريع الناجحه او اللي هتدعمها الدوله يتعملها اكتتاب واحد ليها، وده عمليه في منتهى الصعوبه اللي في الدنيا. فهتيجي تقول الدولة دورها ايه؟ الدولة هي اللي لازم تعمل البنية الأساسية. عايزة طرق تمويل، تدور على طرق تمويل مختلفة اللي هي تقدر تعملها، لأنه أنا راجل حقرض الدولة أو هساهم فيها. في فرق كبير، أقرض ده موضوع تاني، يعني إحنا بنقول إن البلد محتاجة تضافر جهود والناس كلها تساعد علشان نقدر ننفذ البنية الأساسية اللي هي بدونها مش هنعرف نجيب مشاريع استثمارية تقدر تنجح. لكن طريقة إنه أنا بتقول لي هتكتتب يبقى أنا معنى كده هاخد فلوس؟ طب هكسب من الاكتتاب اللي هعمله ولا لا؟ في ظل مشاريع بتدعمها الدوله بطاقه المدعومه يبقى انا مش هاخد فلوسي تاني. فيبقى الفكره يا تقول المشروع كله في اكتتاب عام لكل المشروع، تاخد جزء من هذه الفلوس تعمل فيها بنيه اساسيه وما يتبقى يتحط في مشاريع استثماريه، يبقى ده بيغطي ده. ونقول انه مش مطلوب من المصريين انه بيستثمروا الأرباح، يعني إحنا بنستثمر علشان عايزين البلد دي تقف، هنشغل عمالة ونجيب استثمارات وتكنولوجيا جديدة، ده كلها هيعود عليا لما الدولة يبقى فيها فلوس بتخش لها، يبقى المرافق هتتحسن في كل الجمهورية، ده هدف قومي نبيل كلنا هنقدر نساهم فيه. فبالتالي الكلام كويس، بس يجب تحديد ايه شكل الاكتتاب وفي انه مشاريع وازاي بالظبط وهاخد عائد عليها ولا ده ما ظهرش في الفتره الماضيه؟ ما ظهرش للاسف، لسه في كلها اجتهادات فيها اهداف كويسه، لكن عايزه مزيد من الدراسه عشان نقدر نعرف شكل هذا الاكتتاب. جميل. يعني خلينا نبدا معاك باشمهندس وائل وناخد من كلام المهندس اشرف مزيد من الدراسه. طب خلينا نتكلم على تنفيذ المشروعات المقرر عملها في الفتره الجايه وعمليه الاسراع. طب خلينا نتكلم على الدراسات اللي بتتم وكيفيه الاسراع في تنفيذ هذه المشروعات من خلال الدراسات اللي بتتم او جايز تكون تمت بالفعل باشمهندس. طيب بس هرجع للكلام اللي كان اشرف بيتكلم فيه ان البنيه الاساسيه لا تمول باكتتاب عام. وندي امثله، يعني الهند كانت بتعاني من نفس الوضع اللي عندنا، عندها عجز 20% في الطاقة، وكان عندها محور دلهي بومبي. مولته ازاي؟ جابت شركات متخصصة بتعمل هذه المرافق، محطات الكهرباء أو الصرف الصحي أو المية، وطورت قوانينها بحيث بتبيع المنتج بالتكلفة الاقتصادية بتاعته، فجم غطوا هذا الفجوة اللي عندهم، فبالتالي قدرت تعمل بنية أساسية. إحنا في هذا المشروع بنقول هنقدم لأي مستثمر يجي هنا، بقول له أنا هديك بنية أساسية طبقا لآخر تكنولوجي اللي هو الأعلى مستوى، وبعدين وبديك كمان قرب من الأسواق العالمية سواء الأوروبية أو البحر الأسود أو أفريقيا. بالظبط. إذن دي ميزتين رئيسيتين هيجذبوا مستثمرين عندنا ومهمين جدا. ومهمين جدا.
بالنسبة لغاية الآن كله دراسات، يعني الدراسة الأخيرة ادعت 13-14 شركة، اللي سحب شروط 13 شركة وقدموا تصورهم ازاي يعملوا مخطط عام لهذه المنطقة، في المنطقة الشمالية في بورسعيد وشرق بورسعيد والمنطقة الصناعية بتاعتها، وفي الجنوب في السخنة والمنطقة الصناعية بتاعتها، وفي بورسعيد كمان عندنا لغاية مين العريش داخلة في هذا المشروع. النهاردة دول تقدم، أنا لسه بقيم أنهي مكتب من الـ13 اللي تقدم. أنا معرفش الـ13 كلهم برضو تقدموا ولا لا، لأن لم يعلن كم مكتب من الـ13 قدم هذا، واخد بالك؟ المفروض يتقيموا اللي تقدموا ويختاروا أحسن واحد يقولوا ده اللي حيرسي عليه انه يعمل التخطيط. وده متى؟ مش لسه لغايه دلوقتي؟ المفروض يكون جاري ويكون فيه شفافيه ومعلن كم مكتب اتقدم، واخد بال سيادتك؟ مفيش حاجه اعلان لغايه الان. طب المكتب الاجنبي اللي هيقيم، واخد بالك؟ لان هم مستعينين بمكتب عالمي للتقييم، طبيعي المفروض يعلن برضه، لان مفيش حاجه سر، واخد بال سيادتك؟ فلازم كل حاجه تعلن، واخد بالك؟ طب سرعه تنفيذ المشروعات يا باشمهندس؟ شوف سيادتك، لن ينفذ أي مشروع غير لو بقى عندك استقرار أمني وسياسي، لأن أنا رجل مستثمر، نسبة المخاطرة هتبقى عالية جدا، حاجه استثمر ليه والعالم كله مفتوح عندك. يبقى رقم واحد أن مصر تستقر أمنيا وسياسيا ثم نبتدي ننفذ. أنا عايز أتنقل باشمهندس أشرف، ولكن كلمة حضرتك هتخليني بسرعة كده قبل ما أتنقل للمهندس أشرف أسأل، هل طرح المشروع بقى في الفترة دي بالتحديد، بما أننا بنتكلم على الاستقرار الأمني والسياسي، كان المفروض يتم تأجيله بعض الشيء، ولكن ولا طرحه في هذا التوقيت كان من الأهم والمهم أن يتم طرحه بعد كده في استحقاق رئاسي والبرلماني وتستقر مصر، يكون الموضوع ظهر على أرض الواقع؟ طيب أنا أذكرك هذا المشروع اتكلمنا عليه من سنة 84 من أيام المهندس حصاد الله الكفراوي، ربنا يديله الصحة. لا كان في جبل علي ولا كان في الكلام ده، لو كنا مشينا وعندنا الإرادة كان زمان حنا غير اللي احنا فيه دلوقتي. بعد كده قعدنا طرحه في التسعينات وقلنا شمال غرب خليج السويس، وجبنا 4 مستثمرين كل واحد ادينا له 20 كيلو. بعد 14 سنة تجد نسبة التسمية لا تزيد عن 3.3. وفي شرق بورسعيد انتهى على ايه؟ عملنا محطة الحاويات الأولى ووقفنا على كده، واخد بال سيادتك؟ رغم ان كان هناك مخطط لتنمية منطقة شرق بورسعيد بالمنطقة الصناعية، انما لم يتم تنفيذ فيه غير محطة الحاويات الأولى و الامتداد بتاعها المرحلة الثانية، ده اللي تم بس. طيب ذكر المهندس وائل الحقيقة أستاذ أشرف أو مش أشرف إن في 14 دولة و14 تحالف تم طرح اسمهم بالفعل من خلال 44 تحالف مصري وأجنبي، وتم الاستقرار بشكل نسبي على هذا الرقم. ولكن نتكلم على الجبهة الشعبية لمحور قناة السويس، هل تبعت الخطوات اللي على اساسها تم اختيار 14 تحالف او 14 دوله ولا لا؟ يعني عايز اتكلم على دوركم، انتوا شايفين دلوقتي استقرار على 14 دوله، خطوات اللي تم الاستقرار عليها انتوا تابعتوها؟ هل كان لكم موافقه؟ هل كان لكم اعتراض على بعض الدول ولا لا؟ اتكلمتوا ازاي في الموضوع ده؟ الحقيقه انه في الفتره السابقه كان في تخبط في المشروع، وتقدمنا بما سميناه خريطه الطريق للمهندس ابراهيم محلب لما كان وزير الاسكان، وقلنا ايه الخطوات اللي لازم يعملها علشان نقدر ننفذ هذا المشروع بالطريقه الصح. والحقيقه انه تم تبنيه، وده اللي اعلن عنه حتى الفريق مميش في عرض تقديم عمله للرئيس عدلي منصور. وفي تبني لهذه الخطوات، وبالتالي كانت اول خطوه منها ان احنا نطرح هذا المشروع ونطلب شركات انها تيجي، وده ما كناش معترضين عليه. وقلنا انه تكمله لسؤال حضرتك اللي قبل كده، انه الوقت ده احنا عندنا استحقاقات بنشتغل عليها، ما يمنعش ان انا ابدا احط دراساتي في الوقت دوت، بحيث لما ينتهي الاستحقاقات يكون عندي
انا سعيد حضرتك تبدا دراساتي واحط المخطط العام لانه ده هياخد له من هنا على الاقل لاخر السنه. تمام. وبالتالي من هنا لاخر السنه المفترض ان تكون الدوله استقرت، بقى عندنا رئيس جمهوريه وعندنا برلمان وعندنا المؤسسات موجوده، ويكون بقى عندنا مشروع جاهز للتنفيذ، ظهر الشكل العام للمشروع، يبقى المشروع ده ظهر، يبقى نستغل الوقت اللي لن يبقى ما فيش حد هيجي فيه، بس ما استناش لما تحصل الاستحقاقات وابدا اعمل يبقى انا خسرت وقت زياده بالزبط. فبالتالي الخطوات مقبوله. احنا كان لنا ملاحظات في الخطوات دي على كراسة الشروط. كراسة الشروط كنا بنشوفها هي كراسة تقليدية، وبعتنا حتى للمهندس ابراهيم محلب لما كان وزير اسكان، وهو حتى قال انه جت من الجبهة الشعبية ملاحظات وهنحاول ناخدها، بس الحقيقة كان وقت متأخر قبل الطرح، وكان رأينا ان الكراسة تقليدية بشدة عادي وناقصها بيانات كتير. فكنا متخيلين انه لما بتعمل مجلس تنفيذي، هذا المجلس التنفيذي دوره يراعي بقى المشاكل اللي موجودة، وبالتالي لما نبدأ نشتغل مع المكتب الاستشاري أو نختاره نبدأ نعدل شوية فيها أو نطلب طلبات واضحة ونبدأ نشتغل فيها. دي حاجة. الحاجة التانية قلنا إن الدولة بقى عليها دور، إحنا عندنا نقص شديد في البيانات، يعني أنت أي مستثمر بيجي ما عندناش بيانات كويسة، يبقى دور الدولة في الوقت الحالي إنها تبدأ تجهز الدراسات البيانات اللي هتبدأ تمد بيها المكتب الاستشاري. وبالتالي لما انت بتقول هجيب مكتب خبير اجنبي، هو الخبير الاجنبي هيعمل ايه؟ هيبدا يقيم بناء على الكراسه اللي احنا لينا في تحفظات. يبقى كان الاوقع انه المجلس التنفيذي اللي اعلنوا انه هيشكلوه ما نعرفش متشكل ازاي، ولينا تحفظات كان على التشكيل بتاعه، لانه انت عندك لجنه وزاريه ممثلين الوزارات فيها وفي مجلس تنفيذي. مجلس التنفيذي البدايات اللي كانوا بيتكلموا عليها فيها 12 ممثل للوزارات. طب اذا عندك مجلس وزاري بتجيب ليه ممثلين للوزارات؟ يبقى كان الأوقع يبقى تشكيل المجلس الوزاري تشكيل مختلف، وده بعتناه للمهندس إبراهيم محلب، قلنا له أنه يجب يبقى في خبير اقتصادي، في خبير صناعي، في خبير سياحي، في خبير اقتصادي، وفي خبير بتاع إدارة مشروعات، وكنا متخيلين أنه هيبقى اللي بيقوده حد له مصداقية على المستوى العالمي. يعني كنا إحنا بنطرح اسم عادل بيعزت، كان احدى الثلاثه اللي امنوا قناه السويس وكان رئيس هيئه قناه السويس. الراجل مش عايز يشتغل، بس انا مش بديه اسم عشان يقدر يجاب، انا بنقول انه عايزين حد ليه مصداقيه على مستوى العالم، ليه خبره ورؤيه اللي بيحصل اللي بره عشان نقدر نستعين بيها، ومصر مليانه هذه الخبرات. تمام. المهندس وائل، خليني اتكلم على كلمه المجلس التنفيذي اللي قالها باشمهندس اشرف، وخليني ارجع لحضرتك على تصورك الخاص بتشكيل المجلس التنفيذي لهذا المشروع. وانا يعني عارف انكم حاولتوا مقابله الفريق مهاب مميش وفشلتوا في انكم تقابلوه، المعلومه دي مظبوطه ولا قابلتوه بالفعل؟ يعني بالنسبه لمقابلته، هو يعني قال انه بيرحب باللقاء الجبهه الشعبيه، بس هو كانت ظروفه ساعتها مسافر بره او حاجه زي كده، فما حصلش لقاء لغايه هذه اللحظه. انا شايف دوركم مهم جدا كلجنه شعبيه يا باشمهندس، يعني شايف انكم التحفظات اللي اتكلمتوا عليها وارائكم حول المجلس التنفيذي او ارائكم حول تشكيل المجلس الوزاري او ارائكم حول كراسه الشؤون، انا شايف انكم تقريبا مش سايبين حاجه خالص الا لما بتحطوا رايكم فيها وبتقربوا من الحقيقه والواقع. زي ما انت عارف المشروع ده هو امل مصر كلها، فيجب ان تدرسه بدقه وتقول رأيك وتاخد في الاعتبار الآراء المختلفة عشان توصل في الآخر لأحسن نتيجة لهذا المشروع. فإحنا دورنا إن إحنا نلقي الضوء على هذا المشروع ونوضح إذا كان ماشي صح، بنقول دول قطعوا جزء صح في الطريق ده، إذا كان ماشي محتاج انه يغير مساره بنقول خلي بالكم النقطه دي لازم تتغير عشان كذا وكذا وكذا، ويبقى في نقاش راي وراي اخر الى ان نلتقي للصالح العام. بالظبط، الراي والراي الاخر الى ان نلتقي في الصالح العام، ده كلام حضرتك وده كلام مقنع جدا، ولكن لازم الكلام ده يوصل للمسؤولين. وعلشان كده بسال حضرتك على مقابله الفريق مهاب مميش، الراجل دايما ما بيتاخرش واحنا عارفين هذا الكلام، ولكن لازم يا باشمهندس الكلام ده يوصل ولازم يتم المناقشه فيه ولازم نتكلم على ايجابيات وعلى سلبيات، خاصه انكم زي ما قلت مش سايبين غلطه. زي ما بقول لك لازم تبقى فيه شفافيه في هذا المشروع اكبر، يعني مثلا يوم ما تقدم التحالفات يطلع بيان يقول والله ال 13 تحالف أيوة. اللي راسي عليهم اتقدم منهم سين 9 10 13، يبقى معروف كم واحد اتقدم، ويتبقى سيادتك يقول والله احنا هنجيب مكتب استشاري عالمي
هيقيم هذا والمكتب اسمه كذا، يبقى كل واحد عارف بالظبط ايه الوضع وايه الخطوات اللي تم تنفيذها وايه الخطوات، وكله بيتابع، لان كل العالم وفي مصر كل المصريين املهم هذا المشروع طبعا. هو ده اللي هينقل مصر نقله اقتصاديه عظيمه جدا، فلازم كل واحد يبقى بيتابع ايه اللي بيحصل فيه اول باول. واخد بال سيادتك؟ وان كان يعني احنا ما زالت الفتره اللي انقضت بسيطه، فممكن لو في اي قصور نقدر نتداركه بالاعلان على التحالفات اللي دخلت وتقدمت أيوة. والكلام دوت، بحيث يبقى كل واحد عارف ايه الوضع بالظبط بتاع هذا المشروع. طيب لو رجعت حضرتك باشمهندس اشرف واتكلمنا على الخطوات المقبله بقى ليكم كجبهه شعبيه، يعني انتوا اتكلمتوا وناقشتوا وكان ليكم تحفظات زي باشمهندس وائل ما قال، واتكلمتوا على حاجات كتير جدا، وزي ما قلتوا الموضوع غايه في الاهميه وهذا المشروع امل المصريين جميعا، ولكن الفتره اللي جايه انتوا عايزين تعملوا ايه اكتر من كده؟ تحققوا ايه؟ الخطوات اللي انتوا بتحلموا بيها على ارض الواقع علشان نشوف المشروع ده بيتحقق بالفعل؟ احنا بنعتبر نفسنا ما يسمى بجماعه ضغط. جماعه ضغط دي حاجه مش موجوده في مصر، وبندعي ان احنا اول ناس عملناها في مصر، ما هيش اختراع، هي موجوده في كل العالم. ايه دور جماعه الضغط؟ انك جهه غير حكوميه وبتبدا تدرس بالكفاءات اللي موجوده عندك، وبتحاول تطرح الاقتراحات اللي موجوده بالكفاءات اللي موجوده والخبرات. يعني انا مبسوط حضرتك بتقول جماعه الضغط للصالح العام للمشروع بالظبط، لانه لا في اطماع ولا حد فينا راغب انه يبقى جزء من المنظومه اللي بتدير الاداريه بالظبط، وتحاول كتير. واحنا قلنا ما ينفعش ابقى انا بقول اقتراحات وتاخدني في اللجنه التنفيذيه، يبقى في كده بيسموها كونفليكت انترست، يعني يبقى في حاجه غلط. فبالتالي دورنا بيبقى فيه جزء مهم فيه اللي احنا موجود في خريطه الطريق اللي قدمناها، اللي ما يسمى بالحوار المجتمعي. حوار مجتمعي يعني ايه؟ يعني بننزل المحافظات، واحنا نزلنا قبل كده الاسماعيليه ونزلنا السويس اكتر من مره، والمرحله الجايه هننزل تاني، لانه الناس مش حاسه انه المشروع بتاعها. يعني لما ابتدينا نشتغل كنا بننزل نصور مع الناس، فنقول لهم تعرف ايه عن قناه السويس؟ يقول لك اه دي على الخريطه فوق على اليمين، هو ده كل علاقته بهذا المشروع. لما بتنزل بقى المحافظات، القناه اللي هي هيتعمل فيها، بتكتشف انه الناس عندها افكار واراء حاسين وعايزين حد يسمعهم. فاحنا كل اللي بنحاول نعمله، لانه انت مهما كان عددك قد ايه علشان تقول انك تدعي انك عندك كل يعني كل الخبره اللي موجوده، لكن بالزبط. انت كل اللي بتعمله بتنزل بتحاول تتقابل مع الناس ونقول لهم استغلونا، نحاول نضغط مع بعض ونوصل بكل الاراء والافكار اللي موجوده عندكم عشان الناس تحس انه ده مشروع. فمن اهم حاجه راينا في هذا المشروع اللي بنسميها العداله الاجتماعيه. العداله الاجتماعيه دايما الناس بتستخدمها بطرق مختلفه، احنا بنعرف العداله الاجتماعيه انك تخلق وظائف، تعمل تشغيل، فالتشغيل دوت يقلل البطاله، تبقى الناس جداً. تشتغل. اذا هذا المشروع بنقول انه هيخلق، في دراستنا احنا بنقول هيبقى في خلال الخمس ولا سبع سنين الجايه هيخلق 1.5 مليون فرصه عمل. طيب هتجيب العماله دي منين؟ ويا ترى هذه العماله مدربه ولا لا؟ يبقى انت المفروض من النهارده تبدا تحدد ايه القطاعات اللي انت عايز تشتغل فيها، تبدا يعني. تجيب اهل هذه المنطقه وتقول انا هبدا اعمل مراكز تدريب ونشتغل فيها. عندك مراكز تدريب في مقاولين العرب، عندك في هيئة قناة السويس، وتبدأ تدرب الشباب. لما الشباب يلاقي أن الدولة بتستدعيه علشان أدربك لمشاريع أنا عارفة جاية، هيبدأ يشتري المشروع ويبدأ يحس أنه جزء من المشروع، وبالتالي تخلص الدراسات خلال آخر السنة، يبقى الناس أخذت بعض الدراسات أو التدريب الجاهز المبدئي، ونبدأ نقول له ده أملك، فيبدأ يصبر، يحس أنه الدولة خطوات جادة وحاسس أنه هيبقى جزء من هذه المنظومة. لأنه زمان كنا بنقول في معدلات نمو توصل ل7-8% ايام من الرئيس مبارك، الناس ما حسيتش بيها لانها كانت بتروح لطبقه محدده بالزبط. من الناس فئة معينة. الناس اللي هي مطحونه بجد، اللي هي اهل البلد كلها بالزبط. ما حسيتش انها بتستفيد منه. فلما تبدا تقول له انا بدربك عشان اخلق لك وظيفه، مستعد يستحمل معاك الازمه الاقتصاديه اللي احنا موجودين فيها، ويقدر يقبل بعض التضحيات، لانه شايف لا انا لو صبرت سنه لو صبرت سنتين انا هلاقي لي شغلانه بمرتبات كويس. وقتنا خلص، ولكن باشمهندس وائل تاكيد حضرتك على كلام مهندس اشرف انه لازم يكون اهل هذه المنطقه يشعروا ويشعر المصريين جميعا باهميه هذا المشروع، يكون لهم دور مؤثر في هذا المشروع. يكون لهم دور، وهم المستفيدين رقم واحد من هذا المشروع. واحنا مشكلتنا زي ما اشرف قال اللي هي البطاله. هذا المشروع هيساهم بشده في خلق فرص عمل جديده. لو احنا اهتمينا بالصناعات البحرية هي اللي بتخلق فرص عمل. مفيش دولة في العالم تقدمت بدون الاعتماد على الصناعات البحرية طبعا. عندنا اليابان، كوريا،
الصين النهاردة يعني مجرد أرقام. الصين مثلا الصناعات البحرية بتجيب لها 406 مليار يورو، خلقت 34 مليون فرصة عمل، رقم مش واخد بالك. فإذا احنا لازم طبعا نركز على هذه الصناعة. طبعا حاجة أخيرة بس، إنه جزء من الأمن القومي بتاعك إنك تعمر هذه المنطقة، مهم جدا، وهو ده اللي هيعمر سينا، وده اللي هيأمن لك كل الإرهاب اللي موجود في سينا. لما يحصل تنمية حقيقية هيدافع أهل سينا عن هذا المشروع طبعا، وهتأمن نفسك هناك. نقطة غاية في الأهمية طبعا. الحقيقة المهندس أشرف ديودار من مؤسسي الجبهة الشعبية لمحور قناة السويس، والمهندس وائل قدور نائب رئيس هيئة قناة السويس سابق من مؤسسي الجبهة الشعبية، بشكركم جدا على هذا الحوار الرائع، وهنقرب أكثر وأكثر فترة قادمة من هذا المشروع ونوضحه أكثر للمواطنين المصريين دائما من خلالكم. مشاهدينا بنتمنى ان مشروع قناه السويس ينجح في الفتره اللي جايه، وزي ما قالوا ضيوفي هو مشروع غايه في الاهميه وهام لكل المصريين. فقرتنا وزالت مستمره، تابعونا في الحلقه.